اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا النوع ده من اللقطات ان شاء الله لا تنتهي الايام اللي جايه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. هنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه كل التفاصيل وكل كواليس بعثتنا، بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ومشاركته في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. طبعا كلامنا كمان عن كاس العالم للانديه هو الاخر لن ينتهي، واكيد كلنا دلوقتي مشغولين بحاجه واحده فقط لا غير، ملهاش تاني، لقاء الاهلي مع ريال مدريد يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. اكيد هنتكلم في كل تفاصيل هذا اللقاء، وكمان نتعرف على رؤيه ضيفنا العزيز اللي مشرفنا فيما فات او اللي مر علينا حتى هذه اللحظه، الماتشين اللي فاتوا، وان شاء الله توقعاته للقادم. احنا منورنا كابتن اسلام عادل لاعب النادي الاهلي السابق. يا صباح الخيرات واهلا بك يا كابتن. صباح الخير حضرتك، انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده. نورنا. ده مكانك كابتن اسلام، يعني ده مكانك، واحنا اللي سعداء جدا بوجود حضرتك، وعارفين احنا مصحينك بدري، يعني عاده لما بتصحى بعد الضيوف بتيجي اساسا يعني يومها بيبدا بعد الساعه 4 العصر. علشان خاطر حضرتك وعشان خاطر النادي الاهلي نصحى طبعا. نورنا حقيقي. وقبل ما نخش في كل التفاصيل، عايزين نعرف كابتن اسلام عادل اللي كان من الناشئين مع مؤمن زكريا وقت ماتش الودي بين الاهلي وريال مدريد والذكريات. أيوة. دلوقتي حضرتك ايه السي في، بتعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي طبعا مدير الكره في نادي مصر المقاصه، ومدير قطاع الناشئين في نادي الزهور، ومستشار للتسويق والتعاقدات في نادي المنصوره. ما شاء الله. زي ما بقول لحضرتك، يعني لعيبه النادي الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي طول الوقت. انا قعدت 10 سنين في النادي الاهلي، عصرت رؤساء انديه كبيره جدا. اول رئيس نادي كان الكابتن صالح سليم الله يرحمه، فاحنا دايما ابناء صالح سليم يعني. وطبعا كابتن حسن حمدي، وطبعا الكابتن محمود الخطيب في الوقت الحالي، الادارات المختلفه طبعا الاستاذ محمود طاهر، الناس كلها اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. فكادر النادي الاهلي او ابن النادي الاهلي بيبقى متميز جدا لما صح. بيروح اي مكان بتلاقي شخصيه النادي الاهلي تربى طول الوقت، عصر يعني مدارس مختلفه. النادي الاهلي مش مدارس مختلفه لكن شخصيات مختلفه، كل شخصيه بتعلم فيك حاجه، فبالتالي لما بتطلع اي مؤسسه الناس بتحب تستفاد منك بشكل كويس، فده بيبقى شرف لينا، شرف ليا انا شخصيا ان انا اسمي يرتبط باسم النادي الاهلي طول حياتي. ده شرف كبير جدا ليا، وده فارق معايا جدا في كل الاماكن اللي انا بروحها، عامل يعني جزء من شخصيتي، او انا جزء من شخصيه اصلا النادي الاهلي. فاي حد في مصر بيتمنى ان هو يبقى عنده حد بينتمي للنادي الاهلي صحيح. لانه في الاول ولا في الاخر من حظ مصر يعني انه في نادي اسمه النادي الاهلي موجود في هنا، لانه الناس كلها مش ما ينفعش حد ينافس النادي الاهلي، ودي حاجه ما تزعلش خالص. لا، احنا نتعلم من النادي الاهلي، وكل واحد يعرف مكانه فينا علشان نوصل لمرحله كويسه. اعتقد الفكر ده هيفرق معانا الفتره اللي جايه. الحمد لله يعني حتى هذه اللحظه بالتاريخ طبعًا. بتاع طبعًا. النادي الاهلي في طبعًا. كل المحافل الدوليه، وبنسعد ان هو بيرفع اسم مصر في محافل دوليه طبعًا. مختلفه، ده اكيد يعني يسعدنا وشرفنا كله طبعًا. وعلى ذكر اسم مصر الغالي، يعني تقريبا مصر كلها بدون استثناء دلوقتي قاعده في حاله ترقب وتحفز وانتظار للقاء الاهلي مع ريال مدريد. بالمناسبه اللي مستنيين يتابعوا الماتش ده بطبيعه الحال اهلاويه وغير اهلاويه، كل قاعد بيتفرج وبيتابع وبيشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. يا ترى انت شايف ايه اللي هيحصل ان شاء الله في الماتش اللي جاي في ضوء مشاهداتك للماتشين اللي فاتوا؟ الحقيقه المباراه طبعا صعبه جدا والبطوله صعبه جدا، لكن قدر النادي الاهلي كان دايما مدربينا في ناشئين يقولوا لنا كده، قدرنا ان احنا بنتحط في محطات وتحديات صعبه جدا، لكن الناس مش هتقبل منك اقل من اللي انت بتعمله صح. فاذا كنت انت عملت برونزيه مرتين ثلاثه، وبالاخص المرتين اللي فاتوا ورا بعض، فالناس لو عملت برونزيه السنه دي هو ده العادي، مش هتبقى عملت حاجه كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. ده قدرك ان انت نادي كبير جدا في لا النهارده انت نادي كبير جدا، مش في مصر وفي افريقيا، انت نادي كبير جدا في العالم النهارده. لما تلف اي مكان في العالم الناس بقت عارفه انه النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا، نادي القرن في افريقيا. مباراه نادي القرن في افريقيا مع يعني ريال مدريد صاحب لقب نادي القرن في اوروبا، فمباراه كبيره جدا. فالنهارده العالم كله بيتكلم على المباراه دي، اسم النادي الاهلي بيتقال كم مره، اسم مصر بيتقال كم مره طبعا. فبالتالي النادي الاهلي فارق جدا مع زي ما بقول لحضرتك مع مصر. الذكريات المباراه الاولى لو حضرتك تفتكر سنه 2001 انا كنت في ناشئين النادي الاهلي، وبعدين لما عرفنا ان احنا هنلعب مع ريال مدريد انت مش متخيل بقى الفرحه اللي احنا حاسين بيها. كان وقتها يعني كان في زين الدين زيدان، كان في راؤول طبعا كان موجود، كان في روبرت كارلوس، كان في فيجو، كان في عدد كبير جدا من اللعيبه شفناهم في الملعب. كنت كابتن مؤمن زكريا صغير بالظبط، كنا محظوظين ان احنا كنا موجودين في المباراه دي. بعض اللعيبه كانوا يعني مع كل لعيب بينزل مع لعيب كبير، واحنا خمس ست لعيبه كنا ماسكين علم الفيفا في نص الملعب. انا كنت واحد من الناس اللي ماسكين العلم الاصفر بتاع الفيفا ده، فشفت الحاجه دي من وانا صغير جدا في النادي الاهلي. فيعني شوف بقى اسم النادي الاهلي اللي من زمان قوي اللي قدر يجيب نادي القرن في اوروبا عشان يعمل مباراه هنا. كانت مباراه المستر مانويل جوزيه اعتقد كانت المباراه الاولى، وكنا بالنسبه لنا عرس كروي احنا رايحين نستمتع يعني طبعا. لكن لحد النهارده فاكر اللحظه، انا كنت واقف ورا الجول وحسام غالي بيرقص وبيعمل الكوره بالعرض للصندي، انا فاكر اللحظه دي لحد النهارده. فاللي خلانا نعمل كده من سنين طويله جدا ونكسب مكسب قد يكون غير متوقع عند البعض، يخلينا نقدر ان احنا نكسب ريال مدريد في المباراه دي. وزي ما بقول لحضرتك احنا لازم نصدق، احنا العرب واحنا الافارقه لازم نصدق ان احنا نقدر.
زي ما المغرب صدق ان هو يقدر يروح سيمي فاينل كاس العالم، وزي ما كانوا بيعيطوا عشان ما وصلوش لفاينل كاس العالم، وزي ما محمد صلاح بقى من احسن ثلاث لعيبه في العالم، احنا كلنا صدقنا. انا صاحب، انا اللي في الجنب اليمين اللي ورا حارس المرمى في انا هو انا اللي ورا حارس المرمى على طول. يا نهار ابيض، فانا شايل سنه هنا هنا على الشاشه دي اكبر. انا كان عندي تقريبا 11 سنه او حاجه. وبعدين كنت شايل علم الفيفا، كنت جنب حارس المرمى، كان سيزر في الوقت ده. فطبعا ذكريات بالنسبه لي هم جدا. بصي بقى الاسامي والنجوم اللي بقول لحضرتك عليهم، طبعا ده مؤمن زكريا، ربنا يا رب يشفيه طبعا، والعديد من ناشئين اخواتي اللي كنا في النادي الاهلي. فزي ما بقول لك عرس كانكارو بالنسبه لنا مهم جدا، فاحنا قادرين باذن الله ان احنا السنه دي ان شاء الله نعمل حاجه مختلفه، والمباراه دي نعمل حاجه مختلفه، ونروح بقى للفاينل كاس العالم وان شاء الله نكسب البطوله. يعني دي طموحات واحلام المصريين كلهم هنيجي ليها. بس خليني ابدا معاك كده بفكره ان انت طبعا برضو ليك باع كبير كان مع النادي الاهلي وخبره، فكره هنا المدربين الفنيين والمديرين الفنيين ازاي بيفرقوا مع كل فريق. يعني انا وكريم كنا النهارده بنتحدث تحديدا عن مارسيل كولر، قلت له يمكن هو الاقرب لتجربه مانويل خوسيه مع مصر واحد مع الاهلي. ف هل انت بتشوف ده فعلا ولا لا؟ وفي نفس الوقت ازاي ممكن مدير فني يؤثر بشكل ايجابي سواء هنا على الناحيه الفنيه او كمان الناحيه النفسيه؟ لان اعتقد كولر عنده القدره ان هو يلعب على الجانبين دول وبتميز شديد جدا. انت شايف ده ازاي؟ الحقيقه ان اصعب مهمه هي مهمه المدير الفني بالذات للنادي الاهلي. هو مش مهمته بس ان هو يقود اللعيبه في المباريات والتدريبات، لا، هو مهمته ان هو يهندل الدنيا ما بين اللعيبه. انك عندك بتتعامل مع عدد كبير جدا من النجوم، النجوم دول عندك الشناوي لعب كاس العالم ومان اوف ذا ماتش في كاس العالم، لو في مره من المرات عايز تقعده احتياطي هتقنعه ازاي؟ ده مهم جدا. عدد كبير جدا من اللعيبه بيمروا بازمات وبيمروا مواقف، انك تدير غرفه الملابس، انك تدير الفريق، دي اصعب حاجه في الدنيا. انك تتعامل مع الضغوط اللي موجوده طول الوقت في الميديا وفي الجمهور، انك طالب كل لحظه انك تكسب، انك مهما عملت من انجازات هيبقى ده العادي لان اللي سبقوك عملوا كده، ان هدفك بعيد جدا وصعب جدا. هعمل ايه؟ هلا اروح كاس العالم؟ ما ناس كتير راحت. هاخد برونزيه؟ ما ناس كتير عملت. اروح انا محتاج بقى اروح سيمي فاينل. فانت دايما مهمه المدير الفني للنادي الاهلي اصعب مهمه في الدنيا، انه محتاج ناس، جمهور الاهلي ملوش سقف، لعيبه النادي الاهلي مالهاش سقف، فالمهمه دايما بتبقى صعبه جدا. افتكر في وقت من الاوقات كنت مع مستر مانويل جوزيه، وكان ليا شرف ان انا اتمرنت مع الفريق الاول في الوقت ده، وكان بيعجبني انه مش بس الناحيه الفنيه، لانه انا بشوف ان النواحي الفنيه ممكن يبقى مدربين كتير جدا قريبين من بعض، لكن مش ده النجاح. الشخصيه، الكاركتر، الكاريزما بتاعه المدرب، ان هو ازاي يقدر يسيطر على اللعيبه. مانويل جوزيه كان معاه استثنائيه جدا، كان معاه عصام الحضري، ابو تريكه، اسلام الشاطر، نحاس، يعني حفظ الالقاب ليهم جميعا كباتن. لا، ازاي انت تقدر تتعامل مع كل النجوم دول؟ ازاي بتقعد الحضري وتلعب نادي؟ قصه كبيره جدا صعبه. افتكر في مره في محاضره من المحاضرات كنت حاضرها، ودي بقى مؤثره جدا في سمات النادي الاهلي، انه النادي الاهلي كنا كسبانين بطوله كبيره، وبعدين الميديا كالعاده الناس كلها بتتكلم عن النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واللعيبه جايه فرحانه ومنتشره جدا، بعدين دخلنا المحاضره فلقيناه قالب وشه. فقالب وشه، احنا عاملين بطوله ورقم كبير وزعل. قالب وشه يا كابتن مانويل، قال لك انتوا ما كسبتوش علشان انتوا كويسين، انتوا كسبتوا علشان انتوا النادي الاهلي، انتوا كسبتوا عشان جمهوركم، انتوا كسبتوا علشان وعلشان وعلشان وعلشان، مش عشان انتوا كويسين. وابتدى يعرض بعض اللقطات السلبيه في المباراه اللي محدش شافها غيره. ده معناه ايه؟ هو عايز يوصل رساله للعيبه، احنا جايين منتشرين وجايين فرحانين وجايين نحتفل. هو عايز يعني يحفز ويخلي الهمم مختلفه. فبعد بدل ما اللعيب كان جاي ان هو جاي يحتفل في مباراه ممكن التمرين بالنسبه له يبقى النهارده جوكنج يعني وتمرين خفيف، لا، اللعيبه نزلت بتكسر بعض في الملعب لاستعدادا للي جاي. فالمدير الفني والاداره لازم تبقى سابقه بثلاث اربع خطوات. انا ما ينفعش اسيبك تتساهل او تطمن، فبعد كده هي دي شخصيه بقى المدير الفني. فمارسيل كولر، يعني انا ما بحبش دايما احكم بدري، بحب يعني الوقت يبقى كافي، لكن الى الان ارقامه بتتكلم عن نفسها. راجل عامل ارقام جيده جدا، انت الحمد لله ما خسرش الى الان الحمد لله، وان شاء الله يا رب يكمل على قد ما نقدر يعني. فانا مش مستعجل الحكم عليه، لكن بشكل مبدئي انا سعيد جدا بوجوده. الكيمياء ماشيه مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا. صحيح. الارقام ما بتكذبش، حطينا الارقام علشان ما يبقاش في اختلاف في المعايير. فانا شايف انه اختيار موفق جدا، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون قادر ان هو يوصل بالنادي الاهلي لمكانه مختلفه يا رب ان شاء الله. طيب احنا نروح بقى للمغرب ونطمن على اخر الاخبار والمستجدات من خلال زميلنا العزيز كريم احمد اللي هيعرفنا مشكورا على كافه كواليس بعثه النادي الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه. كريم، صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. وانا عن نفسي مش هسالك، انت يعني قول لنا بقى اللي انت عارفه من التفاصيل. انت طبعا حاضر مع كل اللعيبه ومع الجهاز الفني وموجود معاهم لحظه بلحظه، اتفضل.
صباح الخير عليك زميلي العزيز كريم، وكل التحيه للزميل العزيز نواندو وكابتننا ايضا كمان كابتن اسلام عادل. يعني الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا الحقيقه هنا في المغرب، مسانده جماهيريه كالعاده، تحركاتنا الحقيقه يعني كلها ود ومجهود كبير بيبذل من الجانب الامني، ترتيبات على اعلى مستوى، فان شاء الله باذن الله يعني كل المجهودات الحقيقه بالنسبه للتنظيم والجانب الاداري والجانب الفني على الجانب الاخر الحقيقه المستر كولر ولاعبي النادي الاهلي تكون بجديه كبيره جدا، لان انتوا عارفين طبعا مواجهه مهمه جدا قيمه كبيره جدا الحقيقه ريال مدريد. لكن الحقيقه يمكن الشيء اللي بيسعد اي جمهور من النادي الاهلي ان انت ما بتلاقي الصحافه الاسبانيه بتتحدث عن النادي الاهلي بقيمته الكبيره، انشيلوتي كمان يمكن اتكلم على النادي الاهلي، هو كان ليه تصريح امس الحقيقه قال لا بديل عن الفوز، يمكن هم اتهزموا طبعا في المباراه الماضيه، عندهم رغبه وعندهم يعني امور عديده جدا، لكن ان شاء الله يعني كره القدم ما فيهاش مستحيل، كره القدم بتدي المجتهد وده امر مهم جدا، واتكلمنا عن الاحترام والخوف واتكلمنا على الامر ده، لكن الحقيقه الامر المهم جدا اللي بنتمناه من الجهاز الفني تحديدا من مستر كولر كابتن سعد عبد الحفيظ كل المجموعه ان انت ترفع الضغوطات على لاعبي النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لابد ان اللعيبه تنزل تستمتع في هذه المباراه، توفيق ربنا 90 دقيقه ما تعرفش ممكن يكون يعني هوند الامور فيها ايه، ما تعرفش يا كريم ممكن سيناريو المباراه ممكن يكون يومنا ممكن نكون موفقين، امور عديده جدا بتوتك ربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد نجتهد بشكل كبير، لابد يكون في تحضير على الجانب الفني، يمكن ياسين المكاري الحقيقه محلل اداء بيقوم بدور كبير جدا مع مستر كولر اللي بيحضر على طول كل المباريات، نهايه الحقيقه بمباراه امس ريال مدريد طبعا ريال مايوركا اللي اتهزم فيها ريال مدريد، بنحاول بشكل كبير جدا نشوف كل الامور الخاصه بالفنيات، مش هتقدر تواجه ومش هتقدر تفتح الخطوط مع ريال مدريد، لكن تقدر بجديه كبيره جدا ان انت تقف تتكتل دفاعيا بشكل كبير، توزع سيناريو المباراه، فان شاء الله النهارده هتكون الانطلاقه بتدريب فريق النادي الاهلي الاول هنا في الرباط الثانيه 10 ظهرا هنا بتوقيت المغرب، يعني اقدر اقول لك النهارده يا نهاوند كريم تدريب فريق النادي الاهلي هيكون على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبد الله اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي وريال مدريد، يعني يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه، لعبتنا تحافظ على بعضها بشكل كبير جدا. عايز اتكلم كمان على حاله الطقس، يعني احنا من تطوان الى طنجة الى الرباط رحله شاقه جدا جدا الحقيقه، واحده من اصعب السفريات على فريق النادي الاهلي تحديدا فيها التنقلات، لكن الجو كان صعب جدا في تطوان، كان اهدى شويه الحقيقه في طنجة، لكن يعني في هذه في الرباط الحقيقه الجو مميز جدا، يمكن درجه الحراره بالليل بتكون يعني توصل ل 3 و4، لكن في توقيت المباراه بنحاول نتابع ونشوف درجه الحراره هتكون مقبوله بشكل كبير، مفيش رياح مفيش امطار، فيا رب كل الظروف وكل المناخ يكون مع فريق النادي الاهلي ومفيش مستحيل على النادي الاهلي بمشيئه الله. عليك مره كمان، وعندي نقطه مهمه محتاجه ان احنا نطمن عليها منك، لان دي تم تداولها بشكل شويه يعني على السوشيال ميديا، البعض بيتحدث طبعا احنا كلنا ثقه في النادي الاهلي، والنادي الاهلي افضل يعني يمكن في افضل حالاته هذا الموسم وهذه البطوله، فالحمد لله كل الامور لصالح النادي الاهلي، ولكن البعض بيتحدث في نقطه ان ده ريال مدريد واحنا نتمنى ان النادي الاهلي اللعيبه تنزل عندها ثقه وما يبقاش فيه رهبه، لان بعض الانديه لما بتنزل بتواجه حتى منافس الى حد ما ممكن بلغه الارقام افضل، بيبقى الرهبه دي لو تم تصديرها للمنافس بتؤثر بشكل سلبي كبير جدا على سير المباراه وبالتالي على النتيجه، محتاجه تطمني على النقطه دي من عندك برضو يا كريم. نقطة مهمة جدا الحقيقة زميلتي نهاوندي، يعني أنا أتذكر الأهلي في مواجهة بايرن ميونخ يعني كان في احترام زائد وخوف في نفس الوقت، عشان كده كانت النتيجة مش في صالح النادي الأهلي، لكن على ما أعتقد الخبرات الكبيرة الحقيقة في صفوف فريق النادي الأهلي اللي بتحاول بشكل كبير جدا تحترم وليس ما تخافش، يعني احترم المنافس بشكل كبير جدا، ضغوطات مهمة إن هي تترفع بشكل كبير، لكن عايز أقول لك أكيد قيمة ريال مدريد قيمة كبيرة جدا، أكيد كل لعيب عارف قد إيه الفريق منظم بشكل كبير، واحد من أهم فرق العالم الحقيقة، لكن عايز أقول لك الشخصية الكبيره اللي فيها والروح الكبيره وكمان الاحاديث اللي بنشوفها والاخبار اللي بتجينا طبعا الحقيقه من المواقع الاسبانيه في احترام كبير جدا جدا للنادي الاهلي وقيمته الكبيره، يمكن ريال مدريد بيمر ببعض الظروف لكن زي ما قلت لك يعني 90 دقيقه كلها فيها كل شيء، ممكن يكون يومنا بشكل كبير، ممكن ان احنا نقدر نعمل جيم على اعلى مستوى، ربنا يوفق الشناوي في حراسه المرمى يكون عليه حمل كبير جدا جدا، احنا عارفين طبعا ريال مدريد بيمتلك عناصر اكثر من رائعه، يعني كورتهم هجوميه هيوصلوا اكثر من مره، فعشان كده بنقول لو يومنا ولو الظروف متاحه معانا ولو اللعيبه مركزه بشكل كبير ولو كل قدر ان هو يجمع بعضه ويتكلم ويحفز عشان جماهير النادي الاهلي بالملايين وجماهير المغاربه الحقيقه اللي خلاص يعني عقب بخروج الوداد جماهير المغرب الحقيقه تكون مسانده بشكل قوي جدا 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 في مباراه ريال مدريد، هنشوف في استاد مولاي عبد الله يعني فول كباستي زي ما بنقول، فيا رب ان شاء الله باذن الله كل الاجواء اللي احنا عايشين فيها التحضيرات اللي منتظرينها من مستر كولر حتى موعد المباراه تكون في صالحنا، ويا رب ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا يكون مع لاعبي النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله.
بنشكرك يا كريم على هذه التغطية الممتازة كالعادة، وبنتمنى لك كل التوفيق، وطبعا أكيد كل تمنياتنا بكل التوفيق للعيبة النادي الأهلي وفي اللقاء القادم إن شاء الله. ونرجع بقى نكمل دردشتنا مع كابتن إسلام اللي منورنا في حلقتنا النهاردة، وفي تفصيلة كده يعني طبعا المفروض ان لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني المفروض ان هم ايه ما يعولوش عليها قوي، بس بيني وبينك وبين الهواد مفيش حد غريب. لطيف برضو ان في شويه غيابات كده، كان في تصريحات تثلج الصدور في الفتره الاخيره بتقول ان في اسماء مهمه كمان وارد جدا هي تكون غايبه على راسهم، كريم بنزيما طبعا، كورتوا حارس المرمى، بس قال لك لا هيبقوا جاهزين، هم ما لعبوش الماتش اللي فات بس هيبقوا جاهزين في الماتش ان شاء الله ان شاء الله ما يبقوش جاهزين. نتمنى ان شاء الله ما يبقوش جاهزين. ماندي هازارد يعني في اسماء ثقيله، لو تحققت النبوءه وطلعت يعني المعلومات دي فعلا معلومات صحيحه، هي طبعا اكيد تفصيله في صالحنا، الى اي درجه لازم نستغلها؟ انا في رايي ان هي تبقى بالنسبه لنا عكسيه، انه اللعيب اللي ما بيلعبش دايما بيقاتل بشكل كبير جدا علشان المباراه عليها سبوت، وعلشان عايز يثبت نفسه ان هو موجود في ريال مدريد، وانه عايز يثبت نفسه عند المدرب بتاعه، فالفرصه دي بالنسبه لهم كنت تبقى كبيره جدا. انا افضل ان اللعيبه تلعب كامله، ان اللعيبه النجوم الصف الاول يلعبوا، ان بنزيما يلعب، كورتوا يلعب، انا افضل ده يعني، لانه انت عارف بنزيما كويس ودرسه كويس وهتقدر تلعب عليه كويس. اللعيب الثاني انت ما شفتوش كتير، ما بيلعبش كتير ايا كان من اللي هيلعب يعني، والدوافع عنده بتبقى كبيره جدا. الاسماء الاوائل هي الاهم. لا وانا عارف بنزيما، بالعكس انا عارفه كويس واقدر اتعامل معاه، وعارف ان هو نجم كبير جدا وفي احسن مستوياته يعني، وصل لمرحله كبيره جدا. فانا في رايي انه لا، انا احب جدا، انا يعني وانا بلعب انا احب جدا ان اللعيبه دي تلعب، لانه برده في الاول وفي الاخر بنزيما برده هو اوريدي وصل لمرحله جيده جدا، فهتلاقي يعني مطمن شويه، فده بالنسبه لي نفسيا ممكن يبقى مريح. لكن برده من الحاجات برده اللي احنا على سبيل الدعابه او على سبيل ان احنا بنتفائل، النادي الاهلي برده قبل كده لو العين وصل الفاينل ورجاء وصل الفاينل وما كانوش هم ابطال القاره، كانوا بيشاركوا يعني كانوا منظمين للبطوله او مستضيفين للبطوله، والنادي الاهلي السنه دي لاول مره بيشارك وهو مش يعني مش بطل القاره، بيشارك علشان طبعا الرجاء طبعا او الوداد مستضيفين للبطوله، كان هو الوداد الاول، فيمكن النادي الاهلي يوصل للفاينل ده برده يمكن نتفائل خير من هذه النقطه، وصل للفاينل ويقدر يعمل ان شاء الله يا رب حاجه يعني كويسه. كل اسم من الاسماء اللي اتقالت او حتى كارثة. ما اتقالتش كل اسم بيساوي ان انت لازم يعني تجيب له خليه لاعبين مركزين يعني خط الوسط الوسط مثلا، عندك حد زي فينيسيوس جونيور، عندك حد زي مودريتش بالظبط، يتعامل معاهم هو اسم واحد، بص بقى شوف لازم يتعامل معاه الاسم ده. لا هي مباراه صعبه جدا واسامي كبيره جدا، وزي ما بقول لحضرتك وده قدرك انك بتتحط في اختبار صعب جدا، لكن في النهايه لو قدرنا لو حسبناها كده الموضوع هيبقى صعب جدا، لازم في الملعب لعيبه النادي الاهلي يبقوا عارفين انه ده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، انه انا عندي هيبه، انه انا هنزل مصدق ان انا اكسب ريال مدريد، انا كسبته قبل كده في مباراه وديه، انا محمد صلاح من احسن ثلاث لعيبه في العالم، المغرب وصلت للسيمي فاينال كاس العالم، الجزائر قبل كده عملت ارقام كويسه جدا في كاس العالم، نقدر نعمل حاجات كتيره جدا لو صدقنا ما عندناش حل تاني، يعني انت نازل عارف انت لما تبقى انا ميت انا ما عنديش حل تاني، انا هنزل اعمل اقصى حاجه عندي عشان في الاخر عايز اوصل فاينل. لا ان دي صيغه تانيه للجمله اللي انت دايما بتقوليها، اللي هي فكره ان احنا فعلا ننزل بالاحساس ده بالظبط، لان زي ما كريم قال برده كابتن اسلام نتفق، وبرده بحكم خبرتك وحضورك يعني للفتره دي، انا لما بنزل بلاعب اي نادي كبير زي تجربه مع بايرن ميونخ، انا ما كنتش أسوأ، بس انا كنت نازل برهبه، والرهبه دي تصدر وبشكل علني بالزبط. للجميع مش بس للمنافس. ف ايه اللي ممكن نعمله، ايه اللي ممكن يبقى مختلف هذا الموسم، ان احنا نقدر نقول لا الاهلي نازل بشخصيته ومش فارق معاه خالص مين هو المنافس حتى لو كان ريال مدريد؟ يعني نحاول نستفيد من التجارب السابقه زي ما حضرتك قلت بالظبط، لان نفتكر كده مش بعيد، السنتين اللي فاتوا لما لعبنا مع بالميراس ولما لعبنا مع بايرن ميونخ مش بعيد، نفتكر بقى احنا عملنا ايه، هو ده الجيل اللي لعب، نفتكر احنا عملنا ايه في المباراه دي وما نعملوش، انه ادينا حجم زياده، قلقنا زياده، خوفنا زياده، في الاخر خسرنا. فبالتالي انت لازم في توازن، مش ده مش معناه ان انا هنزل هاجم او ان انا ما احترمش ريال مدريد، ما هو خد بالك هي نتيجه ممكن تبقى عكسيه شويه، فبالتالي لازم يبقى في اتزان قوي جدا ان علشان تقدر تعمل حاجه كويسه. في مره من المرات لما حسام غالي احترف وبعدين رجع من الاحتراف، كان في انجلترا في توتنهام، وبعدين كان بيتمرن معانا واحنا في الناشئين في النادي الاهلي، كان المدير الفني كابتن علاء مهيوب، وكان بيجي يزود معانا حسام، او كابتن حسام غالي يعني اخويا طبعا كبير، فسالته قلت له هو ايه الفرق يعني انا بقى كنت منبهر يعني باليوم، قال لي مش الفرق اللي انت متخيله،
يعني مش زي ما انت متخيل، لا احنا نقدر نعمل حاجات هناك. فمن الجمله دي ابتديت ابص للكوره بشكل مختلف. وعلى مدار السنين لما عمرو زكي احترف عمل سيزون جيد جدا، لولا انه عنده بعض الخصوص يعني لم يوفق، مش عايز اقول حاجه الاخرى اللي ما كانتش فنيه. ناس كتير جدا قدرت ان هي توصل لمرحله كبيره جدا. ففي دلائل وفي امثله صحيح. بتدل ان احنا قادرين، لا احنا قادرين، والفرق مش بكتير، مش للدرجه اللي احنا متخيلينها، بدليل انك بتلعب بايرن ميونخ، بتلعب مع ريال مدريد، بتلعب يعني في يعني برشلونه خسر من بايرن ميونخ 5 و6 و7، انت ما خسرتش كده، انت النادي الاهلي ما خسرتش كده. خصوصا ان ريال مدريد بالزبط. هذا الموسم اصلا ليس الافضل في الدوري الاسباني، لسه خسران. كنا بنتكلم ثلاث اخفاقات حتى بالزبط. هذه اللحظه. انا سعيد ان النغمه اتغيرت، النهارده لو اتفرجت على السوشيال ميديا مش هتلاقي الناس بتقول لك يا رب نعمل تمثيل مشرف، لا هتلاقي كل الناس بتقول لك لا النادي الاهلي ازاي يكسب، النادي الاهلي بيدور على الطرق. زمان من كام سنه فاتوا، من 10 سنين فاتوا كنت تقول ايه ده، احنا هنلعب ريال مدريد، احنا هنتفرج على اللعيبه، مش هتكلم عن فنيات المباراه، هنتفرج على اللعيبه ونشوف النجوم. النهارده لا، انت بتتكلم انك ازاي تكسب، فالثقافه اتغيرت. اللي عمل كده مين؟ اللي عمل كده ارقام النادي الاهلي أكيد. وبطولات النادي الاهلي، ده طبيعي صحيح. يعني طب برضو بخلفيه اللاعب السابق وباحساسه، فكره ان انت بتلاعب فريق من عينه بايرن ميونخ، من عينه ريال مدريد، من عينه باريس سان جيرمان، يعني اكيد هي حاجه تخوف وتسعد. تمام. تخوف مفهوم لان انت بتلعب واحد بالزبط. من اهم فرق، مش محتاجين حتى نتكلم في تخوف ليه، بس من زاويه لاعب سابق تسعد ليه؟ تسعد علشان المباريات دي هتفضل في تاريخك طول العمر. يعني النهارده لو حضرتك عرضت لي صوره وانا بنتكلم مثلا، انا كان عندي 11 سنه، فبنتكلم مثلا من 23 سنه ولا حاجه ولا 24 سنه، عرضت لي صوره انا النهارده اول ما قالوا ريال مدريد، انا الصوره دي الناس كلها بعتتها لي، الناس كلها مش انا اللي جبتها، يعني الناس كلها بعتتها. ففكره ده تاريخ هتوري لاولادك بعد كده، هتبقى فخور جدا انه وهتشكر النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عليهم ان هم يشكروا النادي الاهلي ان حطوهم في محفل كروي زي ده. اي حد انتمى للنادي الاهلي او دخل للنادي الاهلي هو شرف لي، لان النادي الاهلي ككيان او مؤسسه بيحطك في مكانه ثانيه، بيحطك في مكان مختلف تماما. فاللعيبه دي لازم تشكر النادي الاهلي طول عمرها ان هي اتحطت في المكان ده، لانه هم مستفيدين جدا، هم موجودين دلوقتي حالا، العالم كله بيبص عليهم. لما إن شاء الله يبطلوا كوره هيشتغلوا في اماكن كبيره جدا، لما يبقى عندهم اولاد واحفاد هيفضلوا طول الوقت يقولوا انا لعبت قدام ريال مدريد، انا عملت نتيجه ايجابيه قدام ريال مدريد. صحيح. تاريخ كبير جدا بيصنع داخل النادي الاهلي، على الجميع ان يدرك قيمه هذه المرحله واهميه هذه المباراه، وكل واحد فيهم يسطر تاريخ. كده كده تاريخ النادي الاهلي كبير، لكن كل واحد عليه انه يسطر تاريخ لنفسه او يساعد يشارك. يشارك في ان النادي الاهلي ينجح. كده كده اوريدي نجح، لكن ينجح في مرحله ما وصلهاش قبل كده يعني. حلو جدا. طيب عايز اسالك بقى سؤال فني شويه. بعض المشاكل اللي كانت بتواجه النادي الاهلي في الفتره السابقه كنا بنشوف اللي هي الفينال، يعني تلعب حلو قوي، تستحوذ بشكل كبير جدا، وكرات مرتده وغيره، ولكن تيجي اللمسات الاخيره عندك فيها مشكله، بتضيع فرص. فاحنا قلنا يا رب واحنا رايحين، يعني الحمد لله احنا محليا عاملين شغل محترم، ولو ان برضو كانت ظاهره هذه المشكله، قلنا ان شاء الله لما نروح كاس العالم للانديه، لان الموضوع ما فيهوش رفاهيه تضيع على الكوره يعني. مش زي هنا تماما. فشفنا اداء افضل بالمناسبه عن هنا، يعني شفنا اداء افضل من اللعب المحلي او مع الدوري. فبتشوف برضو ده بكم في الميه نسبته لسه موجوده مع النادي الاهلي، فكره الفرص الاخيره اللي هي بنضيعها، ومقارنه كمان وقت ما كنت بتلعب. يعني دايما مباراه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بالاخص اداؤه فيها احسن من اداؤه في المباريات المحليه، وده راجع لعوامل كتير جدا. الاجواء هناك مختلفه، الفرق اللي بتلعب قدامك بتلعب على الفوز بس، هنا في الدوري المحلي الناس كلها بتلعب النادي الاهلي عايز اقصى طموحه ياخد نقطه، فقافل الجيم بشكل كبير جدا. انما لما بتلعب هناك، انت بتلعب كاس العالم للانديه لازم حد يكسب، فالناس بيبقى يعني برده ما عندهمش برده الرهبه قوي اللي موجوده عند الفرق اللي هنا، لانه برده بيسمع عنك لكن ما احتكش بيك كتير، وبعدين فبيلعب يعني فاتح الملعب شويه. فالنادي الاهلي بيلعب بشخصيه كمان مختلفه جدا، الامور بتبقى سهله. النادي الاهلي مباراته هنا صعبه، ما تيجي تروح تلعب المحله، في المحله تلاقي ال 11 لعيب واقفين في نص الملعب والجمهور والملعب ضيق، وهتلاقي صعوبات كتيره جدا. بره لا، الملعب مفتوح والفرق فاتحه الملعب وعايزين يكسبوا، فبالتالي ده بيدي فرصه واريحيه للنادي الاهلي ان هو يلعب بشكل كويس وان كورته تبقى موجوده بشكل كويس. المباراه الاخيره بالاخص واحنا بنلعب مع سات الامريكي، المباراه كانت الناس يعني مش جامدين قوي في الكوره، لكن النظام كوره بقت علم دلوقتي. هما ما عندهمش موهبه قوي، لكن في النظام يعني ناحيه بدنيه وجسديه جيده جدا، اطوال قويه جدا، ناحيه بدنيه رائعه جدا، تعبونا جدا، قدرنا ان احنا نكسب في وقت متاخر جدا. لكن انت في النهايه مستواك الفني انا شايف انه احنا باقل مجهود كسبنا المباراه اللي فاتت، وده يمكن يساعدنا في المباراه اللي جايه ان احنا نقدر نلعب بشكل كويس. ريال مدريد مش هيدافع لك، ريال مدريد الملعب هيبقى طول الوقت مفتوح، انت بقى قدره لاعيبه وسط الملعب بالاخص ان هما ينقلوا الكوره من الدفاع للهجوم، هو ده يعني مفتاح النادي الاهلي في هذه المباراه، انك تقدر تطلع بكوره من ثلث ملعبك
ملعبك لثلث الملعب الاخير هي دي اهم قصه في الموضوع. وبعدين زي ما حضرتك قلت بقى اهم حاجه اخر حاجه في الفينش انه هي دي كومه بقى المهاجم، مش كده مهاجم اغلى لعيب في العالم. يعني لو حضرتك تفتكر مثلا في كاس العالم لما بابي بيجي له الكوره من مره واحده ومش موجود طول المباراه بيعمل فينش. لما المغرب فضلت مستحوذه طول الوقت ويجي بيلعبوا مع فرنسا كوره واحده تيجي لاي مهاجم، هو ده كواليتي، هو ده كواليتي اللعيب انه بيجي له من نص فرصه يقدر يحرز هدف. فانت بتلعب مع كواليتي عالي جدا. بنزيما ممكن مدافعين النادي الاهلي يوقفوه طول الماتش، لكن في كوره واحده تغلط هي دي صعوبه الموضوع. على ذكر الكواليتي عايز اسالك برضو، وانت يعني عاصرت ازمنه مختلفه وحضرت الجماهير في مراحل مختلفه تمام، هل السوشيال ميديا التفصيله لوحدها بتاعت السوشيال ميديا غيرت من كواليتي او من نوعيه المشجعين، ولا شايف ان ما كانش ليها انعكاس قوي والكواليتي ثابته؟ لا اتغيرنا في المنتاليتي، اتغيرنا في الثقافه، اتغيرنا اوحش لاكثر منطقيه ولا للابعد عن المنطق؟ للاسف عشان اي حاجه ملهاش دايما ضوابط بيبقى في حاجات بتبقى صعبه شويه، بيبقى فيها انفلات بيبقى فيها انفلات، لان في يعني انت مش عارف مين بيتكلم، انت مش عارف مين بيؤثر. والحقيقه السوشيال ميديا على قد ما هي حاجه كويسه على قد ما هي اوقات كتيره جدا بتبقى حاجه سلبيه، لانه زي ما بقول لك مفيش رقابه ومفيش ضوابط، فالموضوع بيبقى صعب شويه. دي الحاجه النقطه الوحيده السلبيه. لكن انا شايف انه الدنيا اختلفت، انه لا بقى عندنا شباب واعي، بقى عندنا شباب مثقف، الموضوع بقى شكله مختلف دلوقتي. فاعتقد يعني على قد ما في حاجات سلبيه نبص اكتر للحاجات الايجابيه تفرق معانا جدا، وثقافه المشجع المصري تبقى حلوه جدا. انا كنت بفتكر طول الوقت لما النادي الاهلي بيلعب مع الزمالك، لما نروح الامارات او نروح اي دوله عربيه شقيقه في السوبر، كنت دايما بناشد الجمهور انه انت النهارده جمهور اهلي وزمالك في بلد ثانيه بنمثل مصر بشكل كويس. فالمهم جدا اي حد، ما طبيعي حد هيكسب وطبيعي حد هيخسر، ده هيحصل، ولا هي اول مره هتكسب ولا هي اول مره هتخسر، لكن في النهايه انت دايما بتمثل مصر في المحافل الخارجيه. فحتى كجمهور، حتى كجمهور عليك ان انت تمثل مصر بشكل كويس، ودي مسؤوليه كبيره. وانا شايف ان مصر اتطورت وتغيرت، يعني انا في رايي على قد ما عندنا صعوبات اقتصاديه او معيشيه الفتره الاخيره وبنعاني، لكن مصر اتطورت بشكل كبير جدا. اي حد بره مصر يجي، اصحابي اللي بيجوا من بره بيقولوا لي مصر اتحولت، مصر وصلت لمرحله ثانيه. فبالتالي انا هبقى حزين جدا لو منظومه كره القدم يعني لم توازي هذا التغير اللي بيحصل. فلازم يبقى بنفس الشكل، لان مصر احنا وصلنا لمرحله كبيره جدا. فاتمنى ان ثقافه الجمهور والشباب الصغيرين يطلعوا على حاجه مختلفه، لان احنا قادرين بقى، قادرين نوصل سيمي فاينل ان شاء الله كاس عالم الانديه ان شاء الله. منتخب مصر هو كمان في لما حال الكره المصريه والرياضه المصريه يبقى احسن من كده، لا نقدر نوصل لمراحل مختلفه يعني. حلو جدا. ممكن اتكلم معاك شويه في فكره هنا المنظومه الكرويه في مصر وبحكم التايتلز وعملك حاليا، يعني لو هتكلم عن الاساس وهي دايما ما فيش اختلاف عليها، هي قاعده الناشئين. قاعده الناشئين حاليا واللي المفروض يعني القائمين على الرياضه المصريه والكره القدم في مصر بيتكلموا ان احنا مركزين جدا على تطوير هذه القاعده، وبنحاول نجيب مدربين بخبره وندربهم، والولاد يتم اختيارهم الجانب النفسي والحاجات اللي زي كده. بتشوف الى اي مدى لحد دلوقتي راضي انت من خبرتك يعني على الاداء اللي بيتم، وايه اللي بينقصنا عشان نقدر نقول احنا عندنا مستقبل كروي رائع ومنتخب قوي من ايا كان بقى اللعيبه بتاعته من الانديه المحليه؟ حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، لو عايز تعمل تطور او عايز تعمل مشروع لازم تبتدي من تحت، لازم تبتدي من الاولاد الصغيرين، لان دول اصحاب المشاريع الفتره الجايه، ودول الاولاد اللي انت تقدر تؤثر في تفكيرهم، في المنتاليتي بتاعتهم، تقدر تغيرهم، تقدر تخليهم يعملوا شكل مختلف. اللعيب الكبير خلاص هو تشكل، شخصيته تشكلت، هتغير فيها بقى صعب جدا، لكن لما تيجي للطفل الصغير هتغرس فيه حاجات مختلفه. فدايما اي مشروع، حتى لو تفتكر المشروع بتاع السنغال الحالي مع اليو سي سي، بدا من 7-8 سنين فاتوا، في النهايه بقى بياخد كاس افريقيا من هنا، وبعد كده بياخد كاس افريقيا المحليين كمان، بقى يروح كاس العالم بيعمل شكل كويس. جمال بالماضي مع الجزائر عمل مشروع 7-8 سنين فنجح، نفس القصه المغرب مع وليد الرجراجي عملوا مشروع طويل جدا من الاولاد الصغيرين فنجحوا، وقبلها غانا وصلت لنهائي كاس العالم برضو من الناشئين. فبالتالي انت مهم جدا انك تروح توصل للناشئين. واحنا بنشتغل في يعني انا بشتغل مدير الكوره في نادي مصر المقاصه، لما اتعرض عليا من المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ان انا اشتغل في قطاع الناشئين، هم كوره عندهم يعني ما عندهمش فريق اول، فانا تحمست جدا للفكره، وبالمناسبه حابب اشكرهم على هذه الثقه، تحمست جدا للفكره ان انا اروح اشتغل مع الناشئين، لان انا شايف امكانيات جيده جدا مثلا في نادي الزهور، لكن الاولاد بيلعبوا الكوره كهوايه، يعني بيلعبوا يعني هو نادي اجتماعي شويه، فما عندهمش ما عندهمش الاحتراف، مش مصدقين، ما فيش هدف. فبالتالي ابتديت اتعامل مع الاولاد الصغيرين، لا احنا بنعرف نادي كبير جدا، احنا عندنا امكانيات كبيره جدا، احنا نقدر نوصل لمرحله مختلفه. فبالتالي
فبالتالي انت ابتديت تصحي الاولاد، ابتدوا يبرقوا لك، ابتدوا يقولوا ايه ده الكلام ده ما كناش بنسمعه قبل كده، احنا ممكن نبقى لعيبه كبار. ابتديت اجيب لهم محمد صلاح، شوف محمد صلاح كان من نجريج، مين اللي اقرب انه يروح ليفربول، هو ولا انت اللي في الظهور؟ متخيله فبالتالي ايه ده ممكن يحصل. فبالتالي انت بتصحي الافكار والدوافع عند الاولاد علشان توصل لمرحله مختلفه وبتبتدي تشتغل بشكل احترافي. فالنقطه دي مهمه جدا. لكن خليني اقول حاجه برضو مهمه جدا، في كارثه بتحصل في الكره المصريه وهي الاستثمار او ما يسمى بالاستثمار في القطاعات الناشئين، وان النهارده بعض الانديه وللاسف الانديه الكبيره لا مش الاكاديميات كمان، ده قطاع الناشئين النهارده الاولاد بيدفعوا فلوس. يعني النهارده انت عندك فرق في النادي انديه كبيره مش حابب اقول اساميها بتلعب في الدوري الممتاز حاليا، بياخدوا فلوس من الاولاد. فبالتالي طب هو الموهبه هيروح فين؟ وبعدين انا جاي بلعب دوري وبدفع رقم 20000 جنيه او 30000 جنيه علشان ابقى موجود في الفريق وعلشان العب، طب الموهوب هيروح فين؟ طب لو الكلام ده كان موجود من 10 سنين فاتوا، موجود من 10 سنين فاتوا ما كانش محمد بالضرر على الفريق، ما كانش محمد صلاح طلع، ما كانش محمد النهارده احنا ابتدينا نقول ايه، احنا محمد صلاح طلع فعايزين نعمل 1000 محمد صلاح، احنا كده مش هنعمل ولا ربع محمد صلاح. احنا لازم يعني لازم نعيد الصيغه ثانيه، لازم يبقى في قرارات انه ده الكلام ده ما ينفعش. لو انت مش قادر تصرف على قطاع الناشئين هات رعاه يصرفه او تصرف تعمل ايه، لكن ان انت تاخد فلوس من اولياء الامور، انا اب جاي ادفع علشان ابني يلعب، دي كارثه في كره القدم. الاكاديميات مقبول لسه اطفال براعم، لكن الاكاديميات ده طبيعي، الاكاديميات ما هو ده طبيعي، انا بلعب في اكاديمي ده هدف وده هدف يعني. فطبعا دي نقطه من النقاط المهمه جدا اللي تفرق جدا في شكل المنظومه يعني. انت نورتنا حلقه النهارده، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات ولقاءات كمان الفتره الجايه، ويا رب ان شاء الله نستهلها بالكلام عن فوز مصر على ريال مدريد. يا رب اشكرك على وجودك. قلت مصر برضه لانه هو انتوا الاثنين قلتوا نفس الحاجه ان احنا مصر. الحقيقه انا اللي سعيد جدا ان انا موجود مع حضراتكم وشرف ليا الحقيقه. شكرا، تنورنا تاني باذن الله يا كابتن اسلام، ده مكانك هرجع اقول لك. ربنا يبارك في حضرتك. بنشكر حضراتكم وهنروح دلوقتي للفقره الاخيره المسجله، هتكون مع دكتور باهر السعيد ومعايا، نروح فاصل ونكون قدام حضراتكم يعني، وانا وكريم ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بكره و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.